اكيد طبعا اسطوره كابتن طارق غنام من قبل، انا من وانا في الشمس انا كنت نفسي ابقى العب زيه. ودلوقتي بقى في ناس كتير، يعني في ناس كتير انا بحب اتفرج عليهم في الدوري مثلا. يعني في واحد في الزمالك اسمه انس، كابتن انس اسامه، ده انا بحب ستايل لعبه. بس طبعا الاول واحد كابتن طارق غنام ده من وانا في الشمس، من وانا صغير يعني نفسي ابقى زيه وانا لما اكبر يعني ان شاء الله. انت عبد ان شاء الله ما الله شاء الله، انت قلت لي كم؟ 2 متر، 2 متر 5 ده اعتبر اطول واحد في ان شاء الله. المرحله السنيه بتاعت الموجوده، اطول واحد في مصر في المرحله السنيه دي وفي اطول افريقيا واحد تقريبا، تحت 18. وانت تحت 18 سنه. فيعني يعني احنا بنتمنى لكم طبعا التوفيق، يعني ان شاء الله. احنا اولا سعداء بيكم ان انتم موجودين في السن الصغيره ديت وموجودين في بطوله كبيره، بنقول لكم مبروك على البطوله، مبروك فيك ان شاء الله. منتظرين ان شاء الله باذن الله بطولات جايه كتير، وانت لسه العمر ان شاء قدامك الله طويل، ان شاء امسك الله في الفرصه زي ما الكابتن ان احمد شاء قال لك، الله انتوا لعيبه على قدر المسؤوليه، ونتمنى لكم ان شاء الله مستقبل كبير ان شاء ان الله. شاء كل الله ان سنه شاء وانتم الله طيبين، حبيبي. اشكركم شكرا جزيلا.